بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981 فور 2. في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة المراقبة والتجسس على الحواسيب التي هي متصلة بنفس الشبكة التي أنت متصل بها عبر برنامج صغير، يعني مخصص أصلا للمدارس لمراقبة مثلا الأطفال على يعني استعمالهم للحواسيب في المدارس، وأيضا هو برنامج مخصص لل يعني مراقبة أيضا يعني بالنسبة للإخوان الذين لديهم مثلا شركات يريدون مراقبة يعني الموظفين، عمل الموظفين. أضف إلى ذلك أنه يستعمل أيضا يعني أصحاب المقاهي في الأنترنت لمراقبة يعني أيضا الحواسيب الأخرى التي هي متصلة دائما بنفس الشبكة، ويمكنك أنت شخصيا استعماله مباشرة لمراقبة مثلا حاسوب يعني طفلك إذا كنت تتوفر على طفل مثلا أو أخ لك يعني صغير تريد يعني مراقبة يعني ما يقوم به يعني على حاسوبه، فيمكنك ذلك عبر تحميل هذا البرنامج من الموقع الرسمي، اضغط على الداونلود فقط. بعد تحميل البرنامج النسخة التجريبية الخاصة به قم بتثبيته على جهازك بالطريقة العادية، وبعد التثبيت سوف يعطيك أيقونة بهذا الشكل، اضغط عليه مرتين على أساس فتح البرنامج، فهو لا يحتاج كثيرا إلى الشرح. بعد أن يفتح معك مباشرة اضغط على يجري هنا مباشرة، ثم سوف يطلب منك إدخال الباسورد يعني من اختيارك أنت شخصيا. سوف أقوم بإدخال مثلا حوح 1981 فول بهذا الشكل، ثم تضغط على أوكي. ويجب عليك أيضا تثبيت البرنامج على الحواسيب الأخرى، يعني الحواسيب الأخرى المتصلة بنفس الشبكة الخاصة بك، يعني يعني نفس كلمات المرور التي قمت بتحديدها على حاسوبك. بعد ذلك بعد تثبيت يعني البرنامج على حاسوبك والأجهزة الأخرى التي تريد مراقبتها تضغط على Add Computer هنا على أساس إضافة هذا الكمبيوتر طبعا الذي تريد يعني مراقبته. فهنا سوف تقوم بوضع الاي بي الخاص به، يعني مثلا سوف اضع انا شخصيا اي بي بحكم انني لا اتوفر على جهاز اخر، مثلا الرقم الخاص بالاي بي 192 مثلا بونتو 168 0 مثلا 98 او 65 بهذا الشكل، فقط لاعطيكم يعني نموذج بسيط. بعد ذلك تقوم بوضع اسم الحاسوب الذي تريد مراقبته، بطبيعة الحال عندما سوف تستعمل الحاسوب الاخر الخاص مثلا يعني باخ لك يعني صغير او طفلك او شيء من هذا القبيل، فيجب عليك اخذ هذه المعلومات الاي بي الخاص به واسم الحاسوب، مثلا لنفرض اسم هذا الحاسوب حوحو او شيء من هذا القبيل، ثم تقوم بوضع الباسورد هنا احبابي في الله. بعد ذلك تقوم بالضغط على اوكي لاضافته مباشرة الى البرنامج. بعد اضافته في البرنامج فسوف يظهر هنا احبابي في الله، تضغط عليه مباشرة، وفي هذه القائمة تستطيع يعني ارسال واستلام يعني الرسائل بينك وبين هذا الحاسوب. ما يهمنا هنا احبابي في الله هو مشاهدة ما يقوم بهذا الحاسوب على سطح مكتب جهازي وعلى جهازي بشكل عام. لهذا عندما سوف تضغط على ديسكتوب ريكوردر هنا سوف تظهر لك يعني شاشة الحاسوب الآخر، وسوف تشاهد يعني الأشياء التي يقوم بها على حاسوبه، بطريقة يمكن لك مراقبة يعني هذا الحاسوب إذا كان مثلا كما أشرت في الأول لطفلك وتريد يعني أن تراقب ما يقوم به إذا كان يدخل إلى بعض المواقع أو شيء من هذا القبيل، أو إذا كان يستعمل أشياء مخلة للأدب أو شيء يعني غير طبيعي، فيمكنك مشاهدة يعني جميع الحواسيب أصلا التي قمت بإضافتها هنا، يمكنك مشاهدة يعني ما يقومون به على حواسيبهم انطلاقا من الضغط على الديسكتوب ريكوردر هنا. طبعا يعني في قائمة أيضا تولز هنا إذا كنت تريد يعني مثلا إذا كنت تريد إصلاح عنده مشكلة معينة تريد إصلاحها، يعني فانطلاقا من هذه الإعدادات يمكنك ذلك، يمكنك أيضا يعني
يعني مثلا إغلاق هذا الحاسوب الذي قمت بإضافته مباشرة عبر الضغط على هذه الأيقونة، يعني عمل الريستارت إلى غير ذلك. في أي وقت أيضا يمكن لك إضافة حواسيب أخرى يعني تريد المراقبة فقط بالضغط على Add Computer، ثم تقوم بإدخال الاي بي الخاص به وأيضا اسم الحاسوب ثم الباسورد، ثم تضغط على OK ويمكن لك التعامل مع البرنامج يعني الجميل جدا. وفي نسخته بطبيعة الحال التجربة، لأن النسخة المدفوعة يعني تبلغ 59 دولار يعني أمريكي. أتمنى أن الدرس قد فادكم أحبابي في الله. لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا www.tegra5.com والإنهم إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981. فول أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.